السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة. واليوم الصيد بالسنارة، واليوم الصيد يعني تحدي بينه وبين صديقه عباس، طبعا عباس المصور. نشوف يعني ياهو فوز اليوم، اعتقد هو يتغلب او انا ما ادري، خليكم ويانا. يا الله، هسه وصلنا للمكان وهذا عباس، وهسه راح نذب. طبعا الطعم روبيان، راح نذب وان شاء الله نحصل. واليوم عباس مغسول، هذا الطعم روبيان، وهاي اول ذبة. يا الله، لا حاول تبعد شوية، جرب. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. براق وجد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي صغيرة عباس ردي. يا الله، والله زينة. نفس الروب يعني. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه 1-0 طين، هذيك ما محسوبة. دني للشمتي. ليش ما تمسك؟ صغيرة. وهاي ثاني ذبة. يا الله، يا الله ويك. بعد شوية يلا ندسي ندسي بعد. يا الله، ندست. يلا يا الله، الله الله، صل على محمد وآل. كمل. شافلته بعدك جديد. يا الله، اما ما تنحس. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا هاي كبير. بس 2-0 مو 2-1. 2-1. شو فكك من عند اليوم؟ يلا ندس اقوى اقوى، لا ترخين لا ترخين. سمتي بعد شوية وياك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله، يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي كبيرة سنتي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي السنتية كبيرة. يا الله، من غسل عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي السنتية كبيرة والله، ما شاء الله. دن العلاقة لا تروح، شنو السالفة؟ ايه انت؟
يا الله هاي الدبي. يا الله اللهم صل على محمد وآله. اي لا تسحب سريع بعد شوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله هاي زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله. 4-2 4-2 يا الله. يلا سمتي بعد شوي. اللهم صل على محمد. فلتت بعد شوي. ندسي لا ترخين. سجل 4-3 مو؟ أي. يلا بعد شوي. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله هسه 5-3. طبعا شباب بس هاي الذبة الختامية حتى ما نطول عليكم بالفيديو. 6-4 يا الله هاي زين بلطير ما نسوي. يا الله يلا سمتي نريد لماي. يلا وينهم هن؟ يلا بعد سمت بعد لا ترخين. يا الله يا الله هاي 7-4 طبعا عباس انغسل انغسل ما بيها مجال. 7-4 وانتهت حلقتنا مال اليوم. طبعا شباب اللي هنا تنتهي حلقتنا مال اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر. وهذا صيدنا مال اليوم.
خير من الله. شوفوا لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر. تحياتي للجميع، اخوكم حسين الصياد.